فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يقول: إذا أعطيت رجلا مالا وقلت له اعمل به واشتغل به، ثم ما تريد أن تعطيني إياه بعد كسبك فأعطني إياه دون تحديد لمقدار الكسب؟ لا، ما يجوز، لازم التحديد حتى ما يحصل نزاع فيما بعد، العشر، الربع، الخمس، حدد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.